نجدد التحية، وهذا فيديو جديد من مدينة المنصورة. والتي مر على إنشائها 803 عام. نتحدث اليوم 6 يونيو 2022. ميدان أم كلثوم سيدة الغناء العربي في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تفضل محافظ الدقهلية بافتتاح ميدان أم كلثوم. إذا الميدان يحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ونوثق لهذه العقارات التاريخية التي تشهد على تاريخ المنصورة. هذا هو مسجد النصر، وهذه إحدى العقارات التي تشهد على تاريخ المنصورة. وهذا هو النصب التذكاري للجندي المجهول، ديوان عام محافظة الدقهلية. مرة أخرى، هذا هو تمثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم. وسيدة الغناء العربي لها تمثال بمدخل مدينة السنبلاوين، حيث أنها ابنة طمي الزهيرة مركز السنبلاوين. فهناك تمثال موجود في مدخل مدينة السنبلاوين الدقهلية. مرة أخرى بنوثق للعقارات التاريخية والتي تشهد على تاريخ المنصورة، والذي يمتد إلى 803 عام. عن تمثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم، هذا ما لدينا. شكراً.